في سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان عن بدئها إجراءات المعاينة والحجز في 4 مشاريع جديدة للفلل الجاهزة في كل من عنيزة والنبهانية وصبية ورفحة بمجموع 1019 وحدة سكنية، وذلك امتدادا للمشاريع السابقة اللي أعلنت عنها الوزارة ضمن برنامج سكني، حيث خصص في عام الأول أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، ويستهدف كما ذكرت الوزارة تخصيص نحو 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018.